أعلن الجيش اللبناني تعرض السفارة الأمريكية في منطقة عكر لحادث إطلاق نار أسفر عن إصابة منفذه بعد تدخل عناصر الجيش. وأكدت السلطات اللبنانية أنه تم نقل منفذ الهجوم إلى إحدى المستشفيات وهو يحمل الجنسية السورية وفق ما جاء في بيان رسمي. أكدت مصادر أمنية لقناة المشهد أن المسلح كان يرتدي جعبة تحمل شعار داعش مشددا على أن الجيش يمشط حاليا محيط السفارة. لمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا سارة شحادة. سارة، إذن تطلعينا على المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث. نعم، لينا طوقا أمنيا كبيرا، تعزيزات أمنية كبيرة أيضا أمام السفارة الأمريكية في عوكر في بيروت، وقطع للطريق المؤدي إلى السفارة من دبي وعوكر بعد حادثة إطلاق النار على السفارة من قبل مسلحين. سمع إطلاق النار تقريبا لحوالي نصف ساعة تقريبا، وحسب البيان الصادر عن الجيش اللبناني فإن مطلق النار يحمل الجنسية السورية، وبالتالي قام الجيش بالرد على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. طبعا تعمل وحدات الجيش اللبناني على التفتيش وعلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ومزيد من التدابير الأمنية في محيط السفارة. بعض المصادر أيضا تتحدث عن أنه كان يتواجد أكثر من مسلح، واحد منهم أطلق النار على السفارة وملابسه وأسلحته تدل على أنه ينتمي إلى تنظيم داعش، ويعني يتم الحديث عن آخر شخص آخر تم توقيفه. أيضا بعض المعلومات تقول بأن حصيلة الهجوم هي عبارة عن قتيل وموقوف أيضا وإصابة لأحد حراس السفارة، طبعا بانتظار مزيد من البيانات الرسمية والتفاصيل حول ذلك. بالنسبة للسفارة الأمريكية فهي في بيان لها قالت بأن عند الساعة 8:30 تقريبا تم التبليغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة عند مدخل السفارة، وبالتالي ردت القوى الأمنية من جيش لبناني وقوى الأمن الداخلي وأيضا فريق أمن السفارة على مصادر النيران، وتقول بأن السفارة أصبحت آمنة وتؤكد بأن التحقيقات هي مستمرة مع السلطات اللبنانية. أشير هنا إلى نقطة لينا، أنها ليست الحادثة الأولى التي تتعرض لها السفارة لمثل هكذا حوادث. في 20 أيلول السابق أطلق النار على مبنى السفارة وألقي القبض على الفاعل، تبين أنه سائق ديليفري، ولكن يعني يمكن القول تتكرر هذه الحوادث، ولكن يبدو أنها هذه المرة مختلفة بانتظار أن تتضح الصورة أكثر فأكثر. نعم. شكرا لك سارة شحادي، كنت معنا من بيروت.